أيام عظيمة لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى إلا هذه الليلة. فهذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت عندك لم يبقى شيء متيقن إلا هذه العصية، هذه الساعات، هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، وقد يرى الهلال وقد لا يرى وقد لا يرى. ومن أهم المهمات البدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، البدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي من سيئاتك والإقلاع منها والحذر منها والعلم الصادق ألا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تهتم ما كان قبلها. وأنت مأمور بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنه ليلة القدر بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبقى منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة، بل في جميع عمرك، لكن جاهد وساعد وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. فالحزم والكيس، الجد في الطاعة دائما دائما، والحذر من المعاصي دائما، والمسارعة الخيرات دائما، والتوبة من كل ما سلف من الذنوب، هذا هو الكيس، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. لا يقول: أنا شاب قد يبقى لي سنوات، يبقى لي كذا. ما تدري كم من شاب مات وعاش الشيخ الكبير. البدار بالتوبة ولزوم الأعمال الصالحات والاستكثار منها من الشاب والشيخ، هكذا يكون الحزم، هكذا يكون الكيس في رمضان وفي غيره، المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات ولزوم التوبة من جميع ما سلف من ذنوبك وسيئاتك. والله جل وعلا يقول في وصف عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحات، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات وهم على خوف على وجل، يخشون على تقبل منهم أعمالهم، يخشون من تقصير، يخشون من جياء، فهم على وجل يعملون باجتهاد وحذر وخوف، ولهذا سابقوا للطاعات وسارعوا إليها وسبقوا لها. فأنت هكذا، كن هكذا، كن حريصا على الخير راغبا فيه مسارعا إليه أينما كنت في أي زمان وفي أي مكان كنت، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا هو الحزم، وهذا هو الكيس، وهذا هو شأن الأخيار: حفظ الأوقات وعمارتها بالطاعات والحزم في كل شيء. هكذا يكون المؤمن بعيدا عن السيئات، حذرا منها، مسارعا للطاعات، مجتهدا في تحصيلها، تائبا إلى الله مما سلف من ذنوبه، مجتهدا في كل خير يدعو الله ويضرع إليه أن يعفو عنه ويكفر سيئاته ويغفر سيئاته. هكذا لا يغفر.